يا مساء الخير يا حبايبي، رح نعمل بقلاوة زي ما قلت لكم. هنا عندي عجينة البقلاوة، أخذت منها جزء قصصتها مربعات، عادي ممكن تستخدميها كلها كده بدون ما تقصصيها. أنا قصصتها مربعات، حطيت عليها شوية زبدة، الزبدة ما راح أكتر، وراح أكرمشها بهذه الطريقة، وراح أحطها في الصينية. تمام، نعيد واحدة ثانية. هذه البقلاوة، سوري، هذه طريقة أم علي، أنا مرة أحبها صراحة، مرة حلوة الطريقة هذه، يعني أحلى طريقة تعمل فيها أم علي بهذه الطريقة. تمام، نكرمشها كده بشكل عشوائي ونرصها بالصينية كده جنب بعض. راح أخلص الطريقة دي وأرجع لكم إن شاء الله. هذه عجينة البقلاوة انتهت، راح تروح على الفرن حرارته 200 درجة، تتحمر من تحت وبعدين راح أحمرها من فوق. ما حطيت عليها ولا شيء غير الزبدة وكرمشتها، أوكي؟ فنحمرها بالفرن بإذن الله. الجلاش عندي بعد ما تحمر، حمرته من تحت بعدين رجعت حمرته من فوق، راح أحطه على جنب وراح أحط عليه الصوص، أوريكم طريقته. التشريبة تبع أم علي راح أحتاج كريمة وحليب، وحليب مركز محلى، راح أحط كوبين من الحليب. خلوني أعطيكم المقادير. أنا عارفة طريقة خبز بالثوم اللي سويته البارح، أعواد الجبنة، لسه ما نزلت طريقتها بس في بالي إني أنا أكتبها وأحط لكم إياها في بوست واحد. هنا راح أحط الكريمة، راح أكتب لكم المقادير بالتفصيل، وراح أحط الحليب المركز المحلى بس، وراح أخلطها. طيب يا بنات، اللي ما عندها كريمة أو ما تحب تستخدمها ما راح تشتريها، تقدر تستخدم قشطة الجيمر، تاخذ حبتين صغار، هذه 120 جرام، وتخففها بشوية موية، وتستخدمها بدل الكريمة، برضها حلوة. أو ممكن القشطة العادية تبع التاج، صراحة في الحلويات قشطة التاج لذيذة، كمان تقدر تخفف فيها، بس قشطة جيمر أحلى بديل للكريمة الطازجة. هنا الخليط هذا ما راح أحط عليه سكر أبداً، راح احطه كده زي ما هو على الجلاش المحمر. راح احط الخليط هذا على الجلاش وراح احطها بالفرن، اوكي؟ ما راح احط الخليط ده كله، راح احط نصه تقريبا، وبعدين لو بردت وقت التقديم اصب الباقي، او ممكن هنا احط 3/4، خلاص كده كفايه. اوكي، شوفوا قديش بقي، بقي تقريبا ربع، راح احط عليها ولا شيء، حتروح الفرن. حتقعد بالفرن لحد ما تغلي، بس تاخذ لها غلوه واحده بعدين راح اخرجها. طيب، اخذت لها غلوه واحده بالفرن واتماسكت تقريبا، راح احط عليها باقي الصوص. راح ارش على الوجه لوز مبشور وفستق وجوز الهند. المفروض احط زبيب بس ما حد عندي يحب الزبيب، فانا مستغربه صراحه من اولادي كيف ام علي بدون زبيب ما تجي، بس يلا نمشي على هواهم. هذا جوز الهند الجاف.